في قصة سمعناها مبارح صارت بالعاصمة عمان أصابتنا بنوع من الذهول والاستياء والحزن. احنا دائما بنقول الكرم مش انك تكون كريم على اللي برا بيتك، تكون كريم على اهل بيتك. النموذج اللي رح نحكي عنه هلأ لا كان كريم برا ولا كان كريم جوا. هو شخص توفي واهله عاشوا لمدة 35 سنة، ولاده عاشوا معه في فقر مدقع، معاه هو يعني هو كمان كان فقير، كان مشحدهم الملح والخبز، دائما مهمهم بانه هم يعني عايشين تحت مستوى الفقر وفي الحضيض. هذا الشخص كان طبعا هم العائلة عايشين بجبل الجوفة، كل حياته كانت شغلته الشغلة انه هو يلملم الحديد والنحاس والألمنيوم. توفي. حتى انا اللي اثار استيائي بالقصة اكثر اشي اثر فيه انه ما خلى اولاده يكملوا تعليمهم، يعني هو متحججا هي دي متحججا بموضوع الفقر. توفي. عم ابنه شو عمل؟ ابنه يا حرام قرر يروح على الصندوق اللي هو صندوق المعونة. صندوق المعونة. أيوة. الزلمة قالوا هذا توفي، خلينا نحافظ على المبلغ الشهري اللي كان بيحصل عليه. صح. رفضوا صندوق المعونة بما انه هو توفي، معناته ما بتقدروا تحصلوا على هذا. لا رفضوا لانه بعد دقيقة، ما انا عارفة لحظة خليني اكمل. بعدين لا بس بعد بس هون رهوفة. مش رفضوا لانه توفي، لانه المعونة بعتوا الزلمة هذا، ولكن لانه هو له مستحقات بده يسددها. الله عليك. بالضبط. ما هو انا عارفة بس انت وانوار ما بتعطوني مجال. لا بس لا احنا ليه صلحنا المعلومة؟ عشان بس نقول للناس صندوق المعونة بيعطي حتى الرجل اللي توفى اذا ما في اي حدا راتبه، اذا ما عليه، اذا ما في حدا من عيلته بيشتغل. هذا طلع عنده اشياء مسجلة، اراضي وشقق، بس هي هاي فكرتي عشان الناس. أوكي. هلأ الفكرة بالموضوع، هدول الولاد بعد مراجعاتهم المتكررة لهالصندوق اكتشفوا. نعم. يا جماعة بعد ما بحثوا أيضا في أو تم البحث يعني حول هذا الرجل، اكتشفوا بدائرة الأراضي والمساحة والبنوك ودائرة الضريبة والدخل والمبيعات. نعم. إنه هذا الأب اللي توفي عنده 3 مجمعات تجارية، سوبر ماركت، ورصيد بنكي بقيمة 242 ألف دينار أردني، وشاحنة تعمل على النقل الخارجي. تخيلوا، حرم أولاده من التعليم، حرمهم من المأكل والملبس والمسكن. ما بفهم بس شو بده، شو كان بتهيئ له؟ شوفي في ناس بخلة بس شو هذا صفة. يعني لو تقولي هو عم بصرف على حاله وحارم أولاده، الله عليكي، بتقولي والله يعني بس هو حارم حاله، هذا مرض نفسي. بعدين رهف، لو درسهم يا اخي ماشي، خليهم يكملوا تعليمهم، بعدين هم يقتحموا غمار الحياه وكل واحد يعمل بده اياه، لا تصرف عليهم. انا بفهم مزبوط. انا بتعرفي شو في كثير امثله لناس مليونيريه، بس بقول لك يا عمي انا ما بدي اولادي تورث على البارد المستريح. فيعني انا بعرف قصه زلمه كان عنده اراضي بالملايين، اولاده عايشين، درسهم وعلمهم وجوزهم واشترى لهم بيوت، وبعدين خلص كل واحد يشتغل لحاله مثلا. انا مش رح ابيع ارض عشان انت مثلا تدرس اولادك. هذا الاشي انا بفهمه وبحسه فيه نضج، ولكن انه الناس تعيش يعني تحت الحضيض وانت يطلع معاك مئات الالوف. قديش معه بالبنك؟ 242 ألف. يا ويلي، الله يرحمه. عموما الله يرحمه.